الخبر اللي عدنا واخيرا الدراما جديدة. فلي ذكر يا حبايبي من حوالي فترة صارت مشكلة بين احمد ابو الرب ونور مار، واللي كان سببها انه احمد ابو الرب نزل هذا المقطع اللي نوعا ما كان يستهزئ بنور مار ومتابعينه، فنور ما طلع ورد عليه يومها بستوري مالته وكان كاتب بيه وايد ناس حكوا عليه، ولكني ما عبرتهم، ولكنك تحكي على متابعيني انهم زبالة وقاعد تستهزئ بيهم. بعد نور ما طلب من متابعينه انه يطلعون ويتهجمون على احمد ابو الرب، لكن تقريبا حوالي اسبوع وانتهت المشكلة بيناتهم. ولكن اليوم يا حبايب نور مار ينطي ست رايك احمد ابو الرب ويمزح للفيديو نفسه اللي كان يحكي عليه من فتره. هذا الشيء اللي خلى احمد ابو الرب انه هو يعصب ويرد عليه ويطلع ينزل على حسابه بالانستغرام شت ستوريات، وبهذه الستوريات جاحط بيه انه نور مار منطي سترايك وكاتب لبي نور مار اخيرا نطاني سترايك بعد الاف المحاولات قناتي مهدده انها هي تنحذف. طبعا تعرفون يا حبايبي انه انا حاليا قناتي بها سترايك، طبعا كل سترايك قبل فتره ولكن ما حبيت احكي بيه عم مصدر مشاكل، والقناه فعليا بس تاكل ثلاث سترايكات فهي تنحذف. بعد نزل هذا الستوري الثاني واللي كان كاتب بيه اذا هذا اسلوبك بحب تعرف انه لو تحذف لي قناة راح اظل اتخوث عليك، جرب وشوف. وختم اخر شيء بهذا الستوري كاتب يلا هسه صار عندي حجة عشان اخذ راحتي بالحكي عليك. من واضح يا حبايب انه راح تصير مشكلة كل كبيرة بين احمد ابو الرب ونور مار، راح يطلعون وتصير حرب نارية. فكتبنا يا حبايب بالكومنتات انتوا يا من ويا نور مار او يا احمد ابو الرب، وهل تشوفون انه نور مار غلط من انطى سترايك او نوعا ما احمد ابو الرب هواي زودها فيستاهل السترايك. انتقل حاليا شوية تحريات اللي قاعدين الناس يقولوها ان سبب الخلاف اللي قاعد يصير حاليا بين انور وقمر. فهم شالوا الفولو عن بعض يا حبايب، صار لهم اكثر من يوم كامل. اغلب المتابعين قاعدين يتوقعون انه بيسان اسماعيل هي ورا الموضوع، بس انه حاليا قاعد تصور هي ويا قمر، وتنسيم اللي هي صديقة انور اللي هي كلش مقربة من محمد جوان وكان تصور وياه بالسابق، فلهذا هي تكره بيسان اسماعيل بما انه اساسا هي وجوان يكرهون بيسان اسماعيل، وانور يكون صديقة تنسيم ممكن هي جبرتها انه تشيل الفولو عن قمر. ما ادري صراحة حبايبي هي بالنهاية مجرد توقعات، اكتبوا لي بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. بالاضافة يا حبايبي انه متابعين قمر حاليا قاعدين يتهجمون على يارا مار بالتيك توك اللي قاعدة تنزلها على حسابها بالتيك توك، فكل التعليقات قاعدة تجي على المقاطع انه ليش قلدتي قمر بعد ما هي فتحت تيك توك، انت رحتي فتحتي تيك توك وراها. ما ادري صراحة اكتب لنا بالكومنتات هل تستعقد التهجم اللي تعرضت له او لا. بالاضافة انه لاول مرة اتوقع امها القمر مار تظهر بالفيديو مالتها، ظهرت باخر فيديو نزلته كان هو ام قمر مار بلقطة من اللقطات يا حبايبي مثل ما شايفيها. طبعا الله يحفظها يا رب ويردهم البعض. ونختم اخر شيء بالمفاجآت واللي هي غيث مروان وسفره حاليا لتركيا، واللي اعلن انه قاعد يجهز مفاجآت كلش خرافية بتركيا. فشو تتوقع المفاجآت اللي قاعد مجهز لنا اياها يا حبايبي؟ اكتبوا لنا بالكومنتات. روح حاليا المنافسة النارية بين ناريني بيوتي واسامة مروة على الحنجرة الذهبية، فثياتهم نزلوا شوية ستوريات كانوا يغنون بها، صوتهم كلش رهيب، راح احط لكم اياها وانتم قيموا بالاخير الصوت مينو احلى، اسامة او نارين. غض النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منك، بس الحنين بعته معي تعبت على مش راضي مني تطلعي، بارح حلف لي يمين بعيونك الحلوين انك لعن بس بس والله حبايبنا وصلت المقطعات من المقطع، عجبكم تحطون لايك تشتركوا بالقناة عشان يكون فيزي مقاطع من القصص. مع السلامة.